ناس، وانا ابغي رمز الجرانيس مع المفتوح، صار ما صار مع الطيور الاخرى. طير يمكن شارك على النقد لكنها الحين ما تويتا يحضر مع اوساكا، طير مسمنه اوساكا ويحضر الحين. يلا يا صقاقير طمشوا في البدايه مع هذه المشاركه مع فيكتور ما تويتا، المشارك القادم معنا من بلجيكا مع هذه المشاركه مع هذه الانطلاقه الاولى. اول التوقيتات كيف سيكون مع اوساكا؟ وهكذا هي البطوله التي تجمع أهل الإمارات مع أهل الخليج مع العرب مع العالم كافة في تراثها الأصيل. هذا هو التراث المادي والمعنوي المعروف لدى الكل، المحبوب لدى الكل. ما أعتقد أن أي سايح يحضر إلى الإمارات ويحتك بتراثها الأصيل إلا ويعشق هذا التراث ويكون جزء منه، لو لم يكن من بيئته ولو لم يكن من ثقافته. أكبر دليل على ذلك هو فيكتور ما تويتا، حتى لو كان صقار وراعي مزرعة طير وبريدر غيره، بعد يحب هذا التراث ويحب رياضتنا. يجب علينا الافتخار بهذه الرياضة فعلا التي تصل